بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات جونيور 5، النهاردة مع بعض هندرس يونت 2 ليسون 1. يبقى احنا النهاردة هنبدأ ان شاء الله في يونت 2 ليسون 1، واليونت دي فيها 2 ليسون. اول ليسون فيها اللي هو ليسون 1 ميكتشر، وليسون 2 اسمه سوليوشن. فالنهاردة هنشتغل مع بعض ليسون 1 بعنوان ايه ميس التايتلز بتاعتنا؟ ميكتشر. يعني ايه كلمة ميكتشر يا ميس؟ هو درس النهاردة شيق جدا، عايزك تنتبه معايا وبالراحة عشان نفهم الفرق ما بين الكلمات ونقدر نتعامل معها. يعني ايه كلمة ميكتشر في البداية ميس؟ يعني المخلوط، حاجة على حاجة، حاجتين مع بعض او تلات حاجات او اكتر، تمام كده؟ طيب قبل ما ابتدي اشتغل الميكتشر لازم اعرف ان في حياتي حاجة اسمها بيور سبستانس. تاني كده ولاد، عندي حاجة في حياتنا اسمها بيور سبستانس، يعني مادة نقية. مادة ايه؟ نقية، تمام؟ تاني يا ميس، قبل ما اشتغل الميكتشر كان لازم اعرف ان انا عندي حاجة اسمها بيور سبستانس، تمام؟ احنا كده شغالين تمام؟ تمام يا ميس، شوف بس الفيديو شغال. تمام. ففي بيور سبستانس يعني مادة نقية. طيب يعني ايه ميس كلمة مادة نقية؟ فبيقولي ان المادة النقية اللي هي البيور سبستانس، هاخد من اسمها، هي عبارة عن سبستانس، مادة مالها؟ ميد اب اوف، مصنوعة من او مكونة من. يبقى السبستانس عبارة عن، او البيور سبستانس، سبستانس ميد اب اوف او كونسيستس اوف وان تايبس اوف بارتيكل، وان types of particle، مادة مكونة من حاجة واحدة بس، معهاش حاجة تاني. تاني يا ميس، يبقى يعني ايه كلمة pure substance؟ المادة النقية، اقولك الحاجة دي pure نقية، فهي عبارة عن substance made up of، مصنوعة من one types of particle، من حاجة، حاجة واحدة، مصنوعة من شيء واحد بس، تمام؟ سهليها عليا تاني يا ميس. ممكن اقولي substance مادة اهي، substance او matter، consists of مكونة من، consists of one types، type of particle، مادة مصنوعة من شيء واحد، تمام؟ حلوة قوي يا ميس. such as، زي مين؟ زي مين ممكن اقدر اقول عليها pure substance؟ كلام كده تمام؟ زي مين كده يا ميس تقدري تقولي عليها pure substance؟ هقول لك انا، such as floor اللي هو مين؟ الدقيق. استنى بقى عشان النهاردة هنشتغل حاجات كتير جدا بإيدينا، تمام كده؟ بصي كده يا ميس، such as floor الدقيق اهو، بصي كده، دي المادة بتاعتي pure substance، مادة الوحدة، ده الفلور الدقيق، شايفه كده؟ تمام. هل معاه حاجة تانية يا ميس؟ لا، هو فلور بس، only حاجة لوحدها، يبقى بيتكون من ايه؟ من مادة واحدة. طيب تمام، ايه تاني يا ميس؟ such as ممكن حاجة تانية، salt الملح، تمام؟ هنشوف كده الملح برضو، ادي ملح تاني اهو، salt، تمام كده اهو يا ميس، ادي salt بتاعنا برضو، حاجة واحدة اهي، salt. كل دي pure substance يا ميس، بتتكون من حاجة واحدة، مفيش حاجة تانية عليها. يبقى الفلور، السولت، ممكن حاجة كمان يا ميس، sugar. شوف برضو الشوجر اللي عندي، نجيب شوجر كده، هنشتغل حاجات كتير، ركز معايا النهاردة. شوجر اهو يا ميس برضو، اظن فرق في الشكل ما بين كل مادة والتانية، ودي الشوجر اهي، اهي دي السكر. يبقى دي كلها بتتكون من حاجة واحدة بس، صح؟ يبقى pure substance اسمها ايه؟ pure substance يعني consists of one type of particle، consists of one type of particle، هي مين؟ ال pure substance. طيب يبقى such as ممكن اقول عليها زي مين؟ على جنب كده، salt الملح، ممكن sugar. طب تعالي كده يا ميس، ممكن اقول لك حاجه وتقولي لي pure substance ولا حاجه تانية؟ قال لي بصي كده يا ميس، لو جينا قلنا tomato sauce، صلصه الطماطم اسمها ايه؟ tomato sauce. طيب ايه تاني؟ concrete الخرسانه اللي هي بيبقى فيها طوب واسمنت وحاجات كده، الكاتشب، كل دي ايه دي ميس؟ ما الكاتشب والتوميتو صوص متكونين من الطماطم، هل توميتو بس
قال لي لا، بيبقى عليها اويل وساعات بيبقى عليها شوجر وعليها بعض المواد التانية. يبقى الحاجة اللي بتتكون من اكتر من شيء مع بعض اسمها ميكتشر. اسمها ايه؟ ميكتشر. تاني، بص يا ميس، لو جيت في الامتحان وقلت لك انا عايزة اعرف توميتو سوس، اهي توميتو سوس دي ايه؟ ميكتشر ولا بيور سبستانس؟ حد يقول لي يا ميس دي معمولة من التوميتو بس لوحدها، يبقى دي ايه؟ بيور سبستانس؟ لا ما تنفعش. ليه؟ لان التوميتو محطوط عليها اكتر من حاجة، اويل ومحطوط عليها ايه تاني؟ وسولت وممكن شوجر وممكن فينيجر، محطوط عليها حاجات ياما جدا عشان اقدر اطلعها في الاخر توميتو صوص. يبقى دي ميكتشر. اسمها ايه؟ ميكتشر. طب كونكريت، الخرسانة، الانسان عشان يبني بيحط طوب واسمنت ورملة ومية ويقلبهم على بعض ويبدأ يعمل الخرسانة، يبقى دي ايه؟ ميكتشر. تمام. طب المية اللي احنا بنشربها، المية المعدنية، اهي ميز، بص كده خليك معايا، ايه ده ميز؟ دي مية اهي، ما فيهاش حاجة تاني. لا لا، بص هنقرأ كده اللي مكتوب برة عليها كده، لو نقرب كده الصورة اهي، بص بيبقى مكتوب عليها ايه ميز؟ دي المينرال ووتر، كالسيوم، مغنيسيوم، صوديوم، بيبقى مكتوب عليها الاليمنت اللي جواها. يبقى المينرال ووتر اللي هي المية المعدنية اهي، دي المية المعدنية بتاعتنا، مالها يا ميز؟ يبقى قال لي المينرال، مينرال ووتر يعني المية المعدنية، ها المياه المعدنية، يا ترى تكون ايه بقى؟ ميكتشر ولا بيور سبستانس؟ انا لسه بشرح العناوين بس. بيور سبستانس، ها مين يفكر معايا؟ قال لي يا ميس احنا واحنا بنشوف المية لقينا مكتوب عليها حاجات كتير جدا. بص يا ميس اهي، مكتوب عليها كالسيوم وصوديوم ومغنيسيوم وبيكربونو، مكتوب عليها حاجات ياما جدا يا ميس، ومينرال سولت واملاح معدنيه. يبقى معنى كده ان هي مش لوحدها، دي بتتكون من اليمنت كتير. يبقى دي ايه؟ ميكتشر. يبقى المينرال ووتر برضو ميكتشر. طب والاير يا ميس؟ الهواء. قال يا ميس الهواء فيه اكسجين وفي كربون دايوكسيد وفي نيتروجين وفي هيدروجين، في كل حاجه، يبقى برضو هو ايه؟ ميكتشر. وصلت كده شباب؟ تاني، يبقى انا كده اظن عرفت الفرق ما بين البيور سبستانس والميكتشر. اوكي، يبقى البيور سبستانس هي سبستانس كونسيستس اوف، بتتكون من وان تايب اوف بارتيكل، دي تمام وقلناها. طب ميس تعالي بقى ناخد الميكتشر ونشوف بيتكون ازاي. فقال لي يا ميس الميكتشر اهي كده، ادي الميكتشر، هقول عليها ايه؟ سبستانس، ماده سبستانس كونسيستس اوف، بتتكون من two or more than one type of particle. Of particle، نقولها تاني، يعني بتتكون من اتنين او اكتر، فين؟ من البارتيكل، من الجزيئات. يبقى بتتكون من حاجتين او اكتر. يبقى نقولها تاني، substance consists of، substance consists of two or more than one type of particle، two or more than one types of particles. طب ممكن اقولها بشكل تاني يا ميس؟ ممكن اقول matter، ماده، consist، لا ممكن اقول ايه؟ made up of، matter made up of two or more types of particle، نفس الكلام برضو. تاني، يبقى matter consists of two or more than one type of particle، two or more than types of particle، من مادتين او اكتر. طيب في الدرس ده بقى هنشرح ايه يا ميس؟ طبعا وخدنا اكزامبل، قلنا الاكزامبل بتاعت الميكتشر كانت مين؟ اير. ايه كمان؟ مينرال ووتر. ايه كمان يا ميس؟ توميتو صوص، كونكريت، صح كده؟ تمام، يبقى انا كده عرفت الفرق ما بين الميكتشر ومين؟ والبيور سبستانس. طيب بصي بقى يا ميس، السؤال بيجي ازاي في الامتحان؟ بيجي يقول لي write scientific term، قبل ما ننتقل للجزء الجديد يعني، write the scientific term. بص كده، substance مادة، made up of، مصنوعة من، one type of particle. تمام، هنشوف مين هي. substance مادة برضو، made up of two
or more than type of particle تبقى مين؟ ميس اللي مصنوعة من one type of particle حاجة بس يبقى دي pure substance. المادة الايه؟ البيور. pure substance المادة النقية مفيش حاجة بتدخل في تركيبها. لكن اللي مصنوعة من two or more than one types of particle يبقى دي مين؟ mixture. تمام، ممكن تيجي complete. ولاد الخط واضح؟ تمام، معذوريني بقى عشان انا بصور لوحدي. complete تمام. بص يا ميس، air is dot. الاير ايه؟ mineral water. mineral water is dot. وبرضو ممكن نقول sugar is considered as dots. يبقى الاير is mixture. excellent، عشان هو different gases. والمينرال water برضو mixture. excellent. طب والشوجر يا ميس؟ قال لي pure substance. بيكنج سودا المادة اللي بتستخدم في الخبز برضو pure substance. ها، في حاجة كده مش واضحة يا ولاد؟ تمام كده؟ طيب في الدرس ده بقى هشتغل على ثلاث حاجات. تمام؟ في الدرس ده هنشتغل على ثلاث حاجات. ايه هم يا ميس؟ نمبر 1، عايزة اعرف ازاي نكون الميكتشر. formation، تكوين الميكتشر، وازاي افصل. يبقى separation، افصل الميكتشر من بعضه. وهنتكلم عن types of mixture، وكمان هنتكلم عن ال properties of mixture. درس جميل جدا على فكرة لو انتبهنا بس كده مع بعض. تاني يا ميس، يبقى انا النهاردة هتكلم عن ال formation of mixture، ازاي اكون المخلوط الميكتشر، هعمله ازاي، وازاي اعمل separation، وازاي افصل الحاجات المتكونة اللي هو المخلوط برضه، وtypes of mixture انواع الميكتشر، والproperties of mixture خصائص الميكتشر المخلوط. طب تعالي ميس كده الاول نشوف types of mixture، انواع الميكتشر. تمام، تعالي كده نجرب. بص كده، يبقى تاني هو الدرس هو مرخص في اربع حاجات: الفورميشن تكوين المخلوط، وسيباريشن اوف ميكتشر ازاي افصله، التايبس اوف ميكتشر انواعه ايه، والبروبرتيز اوف ميكتشر اللي هي الخصائص بتاعته ايه. تمام؟ تمام يا ميس، يلا بينا واحده واحده. في البدايه كده يا ميس خليكي معانا، اول حاجه هاخد التايبس، انواع اوف ميكتشر، انواع المخلوط. انواع المخلوط كتير جدا يا ميس، واحده واحده كده عشان تفهميها او نفهمها مع بعض واحده واحده كده. بص يا ميس، ممكن اقول ان انا عندي انواع كتير للمخلوط. ممكن يكون بص solid mixture. بالراحه اهي، solid mixture، وهنقول الاسم بتاعها. ها، liquid mixture. liquid mixture، حلوه قوي، حلوه دي كمان اهي. ايه تاني؟ gaseous mixture. يبقى جاز وجاز mixture. ايه ده، شبه بعض اهم يا ميس. في اتنين بقى مختلفين. يبقى نقول تاني solid mixture، يعني اتنين صلبه، مواد صلبه مع بعض. liquid mixture، اتنين liquid مع بعض، اي حاجتين liquid، ميه وعليها اي حاجه. gaseous mixture، يعني gaseous mixture يعني جاز مع بعض. تمام؟ طب في اختلاف تاني يا ميس؟ قال لي في نوعين تانيين. بص بقى جداد دول، بص كده، ممكن solid liquid mixture، يعني حاجة صلبة في حاجة ايه؟ liquid. وممكن تكون gaseous liquid mixture، يعني جاز جوه liquid. جديدة دي يا ميس، هقول لك كل الانواع دلوقتي بالراحة. تاني يا ميس، نقولهم بقى تاني. يبقى انا عندي خمس انواع types of mixture: solid mixture، قول معايا solid mixture، solid mixture، liquid mixture، gaseous mixture، ها، solid liquid mixture، gaseous liquid mixture. تعالي ميس بقى نتفاجئ ونشوف الامثله بتاعتهم كويس مع بعض. بص كده، في البدايه
types of mixture. قال لي solid solid mixture، يعني ممكن اجيب كده solid solid mixture مثلا. يعني فين السبون اللي كنا شغالين بيها؟ الملعقه فين؟ اهي جبت عندي دلوقتي بيبر فلفل وجبت ملح اهو سولت. تمام، طبعا احنا مش هنقول الطرق دلوقتي، بس هقول لك ايه الحاجات اختلطت مع بعض ازاي. ادي سوليد سوليد ميكتشر يا ميس، ده بيبر اللي هو الفلفل الاسود، ودي السولت الملح، وهبدا اخلطهم مع بعض اهم اهو. ده كده اسمه ايه؟ سوليد سوليد ميكتشر، مادتين اختلطوا مع بعض باي اني ريشيو، طبعا باي طريقه باي كميه، يبقى اسمها ايه؟ سوليد سوليد ميكتشر. يبقى دي حاجتين سوليد اهم، سوليد سوليد ميكتشر، مش ده سوليد وده سوليد. تمام، وايه كمان يا ميس؟ لو ماما عملت لنا فروت سالاد، ما هي دي برضو ايه؟ او شوربه الخضار، كل دي حاجات سوليد مش كده؟ يعني الفروت سالاد بيبقى فيها فراوله ستروبري، بيبقى فيها بنانه، بيبقى فيها ابل، بيبقى فيها جوافه، بيبقى فيها كل حاجه، دول اسمهم سوليد سوليد ميكتشر. يبقى الفروت سالاد، فيجيتابل سالاد، بيبر اند سولت، صح كده؟ كل دي ايه؟ سوليد سوليد ميكتشر. اتفهمت؟ يبقى دي سوليد سوليد ميكتشر، انا عايزاك تفهم معايا. تاني يا ميس، يبقى السوليد سوليد ميكتشر زي مين؟ فروت سالاد اهي، فروت سالاد، مش دي حاجات كلها صلبه؟ تمام، ايه كمان؟ فيجيتابل فيجيتابل سالاد، سلطه الخضار. ايه كمان يا ميس؟ سولت اند بيبر، الفلفل والملح زي ما شفناه. طب تمام يا ميس، ليكويد ليكويد ميكتشر بقى، يعني حاجه ليكويد محطوط فيها حاجه ليكويد، زي ايه مثلا؟ ممكن نقول الووتر ومعاها فينيجر اللي هو الخل، ميه ومعاها خل، صح؟ ميه وزيت اهي، مثلا نقول كده اهي ليكويد ليكويد ميكتشر، نحط ميه وعليها برضو زيت مثلا. طيب يبقى نقول تاني، يبقى الليكويد ميكتشر زي مين يا ميس؟ ووتر بلس فينيجر، خل، صح؟ تمام، ووتر والكحول، ميه وعليها الكحول، تمام؟ يبقى دي اسمها ليكويد ليكويد ميكتشر، اي اتنين سوائل مع بعض. تمام، ميلك بلس ووتر، صعبه كده؟ لما تمام. طب مين بقى الجازيوس جازيوس ميكتشر يا ميس؟ اير الهواء. تاني، واضحه كده اولاد في الكتابه؟ تاني يا ميس، جازيوس جازيوس ميكتشر اللي هو مين؟ الهواء. جازيوس جازيوس ميكتشر اللي هو مين؟ الاير الهواء. صعبه؟ تمام، نيجي بقى للاثنين التانيين، سوليد ليكويد ميكتشر يا ميس، وده الدرس الجديد بتاع المره الجايه، السوليد لما يدوب في الليكويد، والسوليد لما ما يدوبش في الليكويد، يعني سوليبل ان ووتر وانسوليبل ان ووتر، اللي هو ليه اسم سوليوشن، وده درس المره الجايه مش دلوقتي. تمام، يبقى ده قصته كبيره جدا، احنا هناخد بس منه المسمى دلوقتي، ده بتاع الدرس الجديد ان شاء الله، اللي هو السوليوشن او سوليوشن، الاثنين صح. طيب سوليد ليكويد ميكتشر يا ميس، يعني ماده صلبه موجوده جوه ماده سائله. طب نشوف مثلا، يعني زي مثلا السولت الملح، هنشوفه كده مع بعض اهو، ممكن نعملوه في الكوبايه اسهل. ماشي، ناخدوها في الكوبايه احسن اهي كده ولاد. ادي السولت اهو، بص كده خليك معايا، ده السولت صح كده ميس اهو. تمام، وعايزه اعمل ادي ليكويد اهي، هنبدا برضو ايه نقلبها كده، بتبدا تدوب. يبقى سوليد ليكويد ميكتشر، سولت ان ووتر، شوجر ان ووتر، صح كده؟ صعبه دي؟ لا، يبقى انا كده عرفت ان انا عندي برضو ميكتشر متكون من ايه؟ سوليد، عشان القلم بتاعي اهو، يبقى سوليد ليكويد ميكتشر ساتش از زي مين؟ اتفقنا؟ زي السولت ان ووتر، وممكن شوجر برضو، سكر فين؟ في الميه، شوجر ان ووتر. تمام، طب مين دي غريبه شويه بقى، جاز مع الليكويد. قال لي بصي يا ميس، هم جابوا في المصانع ووتر وحطوا عليها شوجر، يعني ميه بسكر، تمام، وبعدين ضافوا عليها كربون دايوكسيد سي او 2، عملت سودا ووتر اللي هو البيبسي اللي انت بتشربه، سودا ووتر، هي دي جازيوس ليكويد ميكتشر. صعبه؟ تاني يا ميس، مره كمان، يبقى سوري، الجازيوس
تاني معلش بتاعك هتقع. جازيوس ليكويد اسمها ايه؟ جازيوس ليكويد ميكتشر. جازيوس ليكويد ميكتشر. الجاز اللي هي كربون دايوكسيد، والليكويد ايه يا ميس؟ اخدت ووتر عليها شوجر، عملت شوجر سوليوشن محلول سكر، وحطيت عليه سي او 2 فعملت البيبسي اللي هي الصودا ووتر او سوفت درينك. صعبه؟ يبقى هي دي كانت الانواع بتاعتنا. ها كده تمام. نيجي بقى للطريقه بتاعه تكوينهم. بص يا ميس، هاو كان يو فورم، ازاي اقدر اكون السوليوشن؟ هاو كان يو فورم سوري ميكتشر، انا اسفه ميكتشر، ازاي اكون الميكتشر؟ قال لي نمبر 1 جريندينج، تاني جريندينج الطحن، شيكينج الرج، شيكينج ان انا ارج الحاجه تمام، اللي هي شيك تويل يعني رجها كويس. نمبر 3 ستيرينج، يعني ايه ميس ستيرينج؟ التقليب. نقول بقى تاني، يبقى دي هنا الرج. الميكتشر بيتكون بثلاث طرق، جريندينج شيكينج ستيرينج. تاني جريندينج شيكينج ستيرينج، كمان مره جريندينج شيكينج ستيرينج، يبقى يا اما بالطحن يا اما بالشيكينج يا اما بالستيرينج. طب تعالي ميس نشوفهم كده مع بعض، نشوفهم مع بعض. ممكن بالطحن كده، يعني مثلا جبت بعض من البيبر اللي هو الفلفل الاسود مع الملح وحسيت ان هم خشنين، رحت مدخلاهم جوه المطحنه بتاعت الخلاط، طحنتهم خليتهم ناعمين جدا تمام. يبقى انا كده عملت فيهم ايه؟ جريندنج الطحن. عندي مكسرات وعايزه اخلطها مع اي حاجه برضو بالطحن، اللي هو اسمه جريندنج. اسمها ايه؟ جريندنج. يبقى هاو كان يو فورم ميكتشر فروم بيبر اند سولت، يبقى باي ايه؟ جريندنج. واضحه كده اولاد؟ طيب الشيكنج بقى يا ميس، ناخد الستيرنج الاول. الستيرنج يعني التقليب يا ميس، تاني كده مع بعض. ستيرنج يعني التقليب، يعني مثلا جبت شوجر اهو، اهي دي الشوجر اهو يا ولاد، عايزه اقلب الشوجر جوه الايه؟ الووتر اهو، ماشي. طيب التقليب بالشيء بالستيرنج اسمها ايه؟ ستيرنج. اهي هبدا اقلبها لحد ما يدوب تمام. يبقى دي طريقه لتكوين الايه؟ الميكتشر. يبقى هبدا اقلب اقلب خالص لحد ما يدوب السكر او الملح طبعا. يبقى دي طريقه التقليب اللي هي مين؟ ستيرنج. طب والشيكنج بقى، دي مختلفه شويه. الشيكنج يبقى مثلا حطينا السكر او الملح هنا اهو، بص كده ولاد خليك معايا، دي كده الشيكنج. وهبدا اعمل كده زي الدواء بالظبط، لما ماما بتجيب لك دواء وبيبقى مكتوب عليه شيك تويل او العصير اللي بتشتريه من بره، والشيكنج كده. يبقى انا هرجها لحد ما ندوبها خالص فيها، هي دي. يبقى دي طرق تكوين مين؟ المخلوط بتاعي الميكتشر. يبقى عندي كام طريقه؟ 3 واي او 3 ميثودز تو فورم ميكتشر. ايه هما الثلاثه؟ جريندنج شيكنج ستيرنج. جريندنج شيكنج ستيرنج، يبقى يا اما بالطحن زي البيبر والسولت، اور شيكنج بالرج، الرج زي مثلا اللي هو ايه؟ شوجر ووتر، سولت ووتر، اوكي؟ طب وستيرنج يا ميس؟ ستيرنج التقليب، زي ما قلنا برضو الحاجات اللي تبقى سوليبل ان ووتر، يعني ممكن شوجر مع الووتر او سولت مع الووتر، اوكي يا ولاد؟ تمام، نكمل يا ميس. يبقى انا كده كونت الايه؟ الميكتشر، اتفهمت كده؟ تاني اخر مره، يبقى هاو كان يو فورم ميكتشر؟ باي جريندنج شيكنج ستيرنج، جريندنج شيكنج ستيرنج. طب تمام كده يا ميس. تعالي يا ميس قولي لي، انا لو كونت الحاجات دي كلها ازاي اقدر افصلها؟ هاو كان يو سيباريت، سيباريت يعني نفصل الميكتشر المكونات من بعضها. بص يا ميس انا هسهلها عليك الاول، لو لقيت في المكونات حاجه فيها ايرن هوريها لك دلوقتي اهي. تاني يا ميس انا عندي طرق كتير للايه؟ للفصل. طيب نبتدي كده بمين؟ بالايرن الاول. نجيب بس ال ادي الماجنت، يا رب بتاع ما تقعش علينا. نجيب دبابيس كده. بص يا ميس خليك معايا، دي الدبابيس اللي هي الايه؟ البيبر كليبس كده، او الدبابيس الصغيره دي. دي دبابيس اهي، وده ماجنت تمام، وممكن برضو ايرن فيلينج اللي هي برادة الحديد، احنا ساعات بيبقى معانا السلك ده اهو تمام.
طب بالراحه بقى يا ميس، ده كل ده هنخلطه بايه؟ هوريك دلوقتي طريقه جميله جدا وهتفهم بيها الدرس بسرعه. اهي كده، دي ايرن فيلينج، براده حديد اهي، هنجمعها كده اهي. حط عليهم ايه يا ميس؟ تحب نحط عليهم ايه؟ نجرب نحط عليهم ايه مثلا؟ ملح. ماشي نجرب نحط عليهم ملح. كده هنقلب بقى كده يا ميس مع بعض. طيب قلت لك اول ما تعرف ان انت عندك حاجات فيها ايرن هتبدا تعمل ايه؟ بص كده ركز معايا. بص يا ميس، انا معايا الايرن اهي ومعايا الماجنتيك اتراكشن اللي هو ايه؟ الماجنت. هبدا اعمل كده، بص 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 كده، خليك معايا. الماجنت شدت كل الحاجات الحديد اللي موجوده اهي، بص كده اهي، بص كده شايفها؟ شدتها كلها. ماشي يا ولاد اهي، شدناها كلها اهي، شايف؟ شدتها كلها اهي يا ميس. تمام، يبقى انا اول ما الاقي حاجه في الميكتشر بتاعي فيها ايرن يبقى هستخدم الطريقه الاولى في الفصل، اسمها ماجنتيك اتراكشن. اسمها ايه يا ولاد؟ ماجنتيك اتراكشن. تاني، يبقى اول طريقه في السيباريشن في الفصل اسمها ماجنتيك اتراكشن. يبقى لما الاقي حاجه فيها حديد اي ايرن مع الحاجات بتاعتي يبقى هعمل ماجنتيك اتراكشن. اتفقنا؟ اتفقنا يا ميس. طب اتفضل الملح. الحمد لله، يبقى احنا كده فصلنا حاجتين عن بعض. يبقى اي حاجه فيها ايرن يبقى بالماجنتيك ايه يا اولاد؟ اتراكشن. تمام، طب خلاص كده بدانا نفهم يا ميس. يبقى لما يكون في عندي ايرن فيلينج بيبر كليبس يبقى باي ماجنتيك اتراكشن. دي اول طريقه اهي للفصل. سهله ولا صعبه؟ ها وضحت كده اولاد؟ تمام يا ميس. طيب تعالي يا ميس نشوف حاجه تانية. خدي بس على جنب كده عشان ما نبوظش الدنيا. يبقى دي اول طريقه كانت الماجنتيك اتراكشن. طيب ميس بعد اذنك، لو عندنا ملح دايب في الميه مثلا، او تعالي نجرب الرمله الاول. عندنا ساند رمله، وعندنا سولت ملح، والاثنين اتلخبطوا مع بعض. طبعا احنا ما عندناش ساند هنا، لكن انا هجيب حاجه شبيهه بالساند يعني، يبقى رمله وملح والاثنين اتلخبطوا على بعض. تعالي نجربه يا ميس، نجرب. هنجيب ملح كده اهي، وهنجيب نعتبر ان ده الساند اهي مثلا يعني اهي. بص كده الاثنين دول دوبتهم قلبتهم كده في بعض يا ميس، شايف كده الفرق؟ باينين يا اولاد اهم. ادي ساند رمله ومعاها ايه؟ معاها سولت. ينفع بقى اقعد انقي بقى كده الساند لوحده والسولت لوحده؟ لا يا ميس، دول اتلخبطوا جدا مع بعض. اعمل ايه يا ترى عشان افصلهم من بعض؟ قال لي نمبر 1 في الخطوه الاولى حط عليهم ميه. تاني، يبقى في اول خطوه بوت ووتر. تاني يا ميس، انا عندي فيها حاجه فيها سولت وساند، سولت وايه؟ وساند، يعني رمله وملح. عايز افصلهم من بعض، هفصلهم ازاي؟ قال لي اول خطوه خالص حط عليهم ووتر. حط عليهم ووتر. طب نجرب. ادي هنا دي كوبايه اهي، وهنحطهم هما الاثنين في الووتر. ادي هما الاثنين اهم. تعالي يا ميس نجرب نحطهم في ميه ونقلب كويس. تمام، هبدا اقلبها كويس اهي، باينه كده ولاد؟ تمام، يبقى هنعمل ستيرنج. تاني يا ميس كده معايا بالراحه اهو. يبقى انا عندي حاجه بتدوب في الميه وحاجه مش بتدوب في الميه. يبقى لما يكون عندي حاجتين، واحده سوليبل ان ووتر واحده انسوليبل ان ووتر، واحده بتدوب وواحده لا زي الساند والسولت، هعمل ايه؟ اريح نفسي خالص وهعمل ايه؟ بوت او اد ايه؟ ووتر. يبقى انا حطيت ميه وابدا اقلب. خلاص كده حطينا ووتر وقلبنا. تمام يا ميس، وبعد كده حضرتك هتعملي ايه؟ هعمل لك حاجه جميله جدا. هنبدا نعمل حركه غريبه جدا دلوقتي اهي. تمام، هقول لك هنعمل ايه. هنجيب كوبايه ثانيه، بس ان ايه ننزل اللي فيها الاول. تمام، عشان كان فيها سكر من اللي كنا بنستخدمه من شويه اهي. يا ميس جبت الكوبايه الثانيه اهي. تمام، وهعمل كده زي فلتر بيبر. تمام،
ده المنديل او فلتر بيبر طبعا. وهبدا انزل من هنا الميه. بصي كده يا ميس ايه اللي بيحصل، ها الميه بدات تنزل في الكوبايه اهي. مين اللي بيتبقى عندي؟ ادي الميه اهي من الفلتر بيبر من المنديل اهي يا ميس. بصي يا ميس تمام اهي، نكمل كملي يا ميس. يبقى انا كده حجزت مين؟ حجزت الرمله تمام اهي قدامي. بصي لها كده باينه يا اولاد. يبقى دي اسمها ايه؟ الفلتر بيبر. دي الجزء اللي انا ماسكاه يعني ورقه الترشيح، دي اسمها فلتر بيبر. لكن العمليه نفسها اسمها فلتريشن. اسمها ايه يا اولاد؟ فلتريشن. انا فلترت الميه، خليت الميه نزلت منها الملح. راح فين يا ميس السولت؟ ما هو كان دايب في الميه، وطالما دايب في الميه يبقى نزل معاها. خلاص كده. يبقى انا اول حاجه فصلت مين؟ الرمله. فصلنا مين كده؟ الرمله. مين اللي اتفضل تحت بقى يا ميس؟ قال لي اتفضل الميه دايب فيها الملح، ودي لها قصه تانية خالص هنشرحها دلوقتي. يبقى انا كده كان عندي المادتين اهم، خليها قدامنا كده اهي. هشرح كده طبعا ايه حاجات شكلها ايه فظيع، بس عشان احنا بنستخدمها اكتر من مره. طب بص يا ميس، نقول بقى تاني. يبقى انا كده كان عندي ساند، ها كلام واضح كده اولاد، وكان عندي سولت ملح وميه. عشان افصل الاثنين مش عارف انقيهم من بعض، ورحت حاطط عليهم ايه ووتر، اد ووتر اند ستيرنج، وقلبت خلاص. مين اللي هيدوب سوليبل ان ووتر؟ السولت سوليبل ان ووتر. هبدا اعمل الفلتريشن بالشكل ده. مين اللي طلعت؟ الرمله الساند اهي. يبقى باي فلتريشن، بالفلتريشن وي جيت ساند. جبنا مين؟ الساند. طلعنا الساند بالفلتريشن اهي ولاد اهي. تمام كده. يبقى دي بالفلتريشن خلصت دي. يتفضل عندي مين بقى؟ السولت مع الووتر. اعمل فيهم ايه؟ هحطهم على النار. يبقى هعمل لهم ايفابوريشن، افضل اغلي الميه دي لحد كلها ما تتبخر، وهيتبقى في الاناء السولت بس لوحده تاني. يبقى انا عايز احصل على السولت، يبقى لازم امشي الميه من قدامي. هعمل لها ايه؟ ايفابوريشن. تمام كده، يعني التبخر. تاني يا ميس، انا كده اتخلصت، كان عندي ساند وسولت، دوبتهم في الووتر تمام. باي فلتريشن، بالفلتره طلعت الساند، والسولت دايب في الميه. اطلعه ازاي؟ قال لي باي ايفابوريشن. بالايفابوريشن يا شباب يعني بالتبخر. ابدا اسخن الميه جامد جدا جدا جدا، هتتبخر الميه تبقى ووتر فيبر، ويتبقى عندي مين؟ السولت. صعبه؟ لا كده تمام يا ميس. يبقى انا كده عملت ثلاث طرق لحد دلوقتي، هقولهم تاني بالراحه. يبقى انا اول حاجه لو عندي حاجات فيها ايرن اهي، نجربها تاني. فين راحت؟ مثلا كده كده اها. المكونات كتير بقى، سولت مثلا، وممكن برضو ايه، ماشي دول اهم كده. عندي المكونات دي كلها اهي تمام كده بالشكل ده. طيب عايز افصلهم. ميس المكونات بتاعتك فيها حديد؟ حاجه فيها ايرن. كان عندي ايرن، وكان عندي ساند، وكان عندي سولت. هاتي ساند يا ميس، ناخد شويه ساند برضو اهم اهم كده تمام. افصل كل ده ازاي؟ قال لي نمبر 1، اول حاجه اهي في البدايه ماجنتيك اتراكشن. يبقى اول خطوه كانت مين؟ اهي ماجنتيك اتراكشن. بمين بقى يا ميس؟ قال ماجنتيك اتراكشن اهي في ايدي. هبدا بص، شديت الحديد اهو تاني اهو يا ميس، بتخلص من كل حاجتي اللي فيها حديد اهي. في حاجه تاني مستخبيه؟ لا خلاص. يبقى انا كده طلعت مين؟ بالماجنتيك اتراكشن طلعت كل الايرن تمام. تمام، فاضل عندي مين؟ سولت وساند. رحنا قلنا هنحط عليهم ايه الخطوه الثانيه؟ اد ووتر. وبالفلتريشن بالفلتره مين اللي هتطلع؟ باي فلتريشن هتطلع الساند. يتفضل عندي ووتر دايبه في الميه، ديزولف ان ووتر، سوري سولت ديزولف ان ووتر، هي سولبل ان ووتر. يعني هعملها ايه؟ ايفابوريشن يعني تبخر. يتبقى عندي مين في الاناء؟ السولت. الميه بتتبخر ويتبقى عندي مين؟ السولت. فاضل بقى طريقه ثانيه تمام. ماشي نكمل كده. اخر طريقه عندنا كانت لو انا حاطه حاجه، قلناهم كل دول صح؟ طيب فاضل بتاعت الاويل.
تمام، واوريك الطرق بتاعتها بقى والاسئله، لان الاسئله تحفه. طيب ممكن بص يا ميس كده نجرب مع بعض حاجه كده ظريفه، هجربه لك معاك كده تعجبك قوي. ادي الووتر يا ميس اهي، تمام، وبعدين حطيت عليها اويل زيت. ايه ده بقى تاني؟ دي اويل ومعاها ايه؟ ووتر. اويل ومعاها ايه؟ ووتر. ايه ده ميس؟ هما ما اختلطوش. ما هو ده بقى الدرس بتاع المره الجايه، اللي هي ايه؟ هيتروجينيوس وهيموجينيوس وحاجات كده، يعني حاجات متجانسه وحاجات غير متجانسه، دي بتاعت المره الجايه. دول ما اختلطوش خالص يا ميس ببعض، ومهما اقلبهم. تيجي نجرب كده نعمل ستيرنج. جربي كده يا ميس. يا ها واقفه ال 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 الزيت فوق مش راضي يختلط خالص بالميه اهو، برده مازال فوق. بص يا ولاد باينه قوي اهي، تمام، شايفينها ليه شكل معين كده وطريقه معينه، هو مش بيدوب في الميه. طب ميس افصله ازاي عن الميه لما يقع مني في الميه؟ قال ده بقى ليه طريقه في الفصل اسمها سيبريتنج فانل، قمع الفصل، حاجه كده شبه القمع اللي بننزل فيه العصير عشان نملى بيه الازازه، تمام. بنعمل بيه ايه يا ميس؟ بنكب فيه المخلوط كله، وليه تاب كده زي حنفيه بنفتحها تنزل كل سائل لوحده، يبقى هتنزل الووتر وبعد كده الايه؟ الاويل. ايه ده ميس معقوله؟ قال لي اسمها سيبريتنج فانل. يبقى ميس لو عندي ووتر وفيها اويل، ميه ومعاها زيت، يبقى طريقه الفصل بتاعتي سيبريتنج فانل. اسمها ايه؟ سيبريتنج فانل. اسمها ايه يا ولاد؟ سيبريتنج فانل، تمام، يعني قمع الفصل. سيبريتنج فانل، سيبريتنج فانل، قمع الفصل. ها تمام كده؟ تمام. تعالي كده يا ميس بقى، يبقى احنا كده خدنا طريقة الفصل صح كده؟ تمام. ممكن بقى أسألك كام سؤال مهمين على الحاجات دي؟ عشان هي اللي هتوضح لي الفرق. بص كده، كلام واضح يا شباب؟ بص يا ميس، رايت ساينتفك تيرم ميثود. ايه ده؟ كلمة ميثود يعني واي، يعني طريقة. يوزد تو سيبريت، خد بالك من الأسئلة مهمة جدا، تو سيبريت سوليد ماتيريال، مادة صلبة، ها سوليد ماتيريال، كونتين فيها ماجنتيك سبستانس، يعني الطريقة اللي بفصل بيها مواد مليانة ماجنتيك سبستانس، يبقى ماجنتيك اتراكشن، صح كده شباب؟ ماجنتيك اتراكشن. لا دي سهلة يا ميس، شوف بقى اللي جاية. بص كده، ميثود يعني طريقة، يوزد تو سيبريت افصل بيها، سيبريت سيبريت سوليد مادة صلبة، بص بص بص، ان سوليبل ان ووتر، كلمة ان سوليبل يعني لا تذوب في المية، ان ووتر. يعني ايه كلمة ان سوليبل؟ يعني doesn't dissolve، ما بتدوبش، doesn't dissolve لا تذوب، تمام. تاني يا ميس، ايه هي الطريقة الميثود؟ used to separate solid مادة صلبة لا تذوب في الماء، doesn't dissolve in water او insoluble in water، زي السند الرملة لما ما كانتش بتدوب كنت بعمل لها ايه؟ filtration، صح احسنتم، filtration، تمام. باينة اولاد في الكتابة؟ تمام. ايه كمان يا ميس؟ اللي هي by filter paper طبعا، اللي هي filtration. اوكي كمان حاجة برضو طريقة تانية، ها بسم الله، methods used to separate solid soluble in water، يعني دايبة في المية، مادة solid بس دايبة فين؟ في المية، خد بالك soluble in water دابت في المية such as salt طبعا، ها تبقى مين يا شباب؟ الطريقة evaporation، طريقة الايه؟ التبخر، مش صعبة. طب بص بقى اللي جاية دي، method used، ركز، to separate افصل بيها liquid مادة سائلة insoluble in water، don't mix with water، insoluble in water لا تذوب في المية، مين يا ترى اللي بنتكلم عنه؟ الاويل. يبقى دي مين؟ separating funnel، separating ها funnel. حد كده في حاجة صعبة يا شباب؟ تمام دي مهمة ها؟ طيب
في حاجة تانية انا كاتبه لك حاجات كده كتير متجمعة. طيب ممكن برضو سيباريتنج فانل ده الجهاز او الميثودز الطريقة. ماشي ممكن هنا ديفايس يعني جهاز برضو. ديفايس يعني جهاز. طيب ممكن نقول ايه تاني؟ خلاص كده احنا قلناهم تقريبا. بص كده يبقى هو لو جاب هنا خلاص كده احنا قلناهم كلهم. اقول حاجة تانية بقى دلوقتي. طيب تعالي كده يا ميس قولي لي بقى هي الـ properties of mixture. properties of mixture يعني ايه؟ هي مميزات الميكتشر او الخصائص بتاعته ايه؟ properties of mixture. قال لي نمبر 1 ان الميكتشر كان بي سيبريتد ايزلي. تاني كان بي سيبريتد ايزلي. كمان مره يبقى البروبرتيز بتاعت الميكتشر كان بي سيبريتد ايزلي. كان بي سيبريتد ايزلي اقدر افصله بسهوله. زي مثلا مامي عامله لنا فروت سلط ففي حد قال لها ماما ما تحطليش موز، تقدر ماما تشيل الموز من المكان. ماما ما تحطليش فراوله، تقدر ماما تستبعد الفراوله. يبقى طالما استبعدت منه اشياء يبقى اقدر افصله بسهوله. زي الاير، الهواء اللي احنا بنتنفسه، في الاير اكسجين وكربون دايوكسيد ونيتروجين وهيدروجين ووتر، فيه حاجات كتير جدا. لكن العلماء قدرت في المصانع تاخد منه الاكسجين وتعبيه في سلندر، صح كده؟ تمام. والكربون دايوكسيد برضو تعبيه في سلندر في اسطوانات، فعلا يبقى اقدر افصله لانه ميكتشر. كان بي سيبريتد ايزلي. كان بي سيبريتد ايزلي ادي اول واحده. ثاني حاجه اتش كومبوننت كيب اتش بروبرتيز. اتش يعني كل مكون، اتش كومبوننت كل مكون منها كيب اتش بروبرتيز بيحتفظ بالخصائص بتاعته. ايه ده يعني ايه؟ يعني لو عندي طبق فروت سلط في موز وفي فراوله وفي كل حاجه، هل في حاجه طعمها بيطغى على طعم الحاجه الثانيه؟ لا. يعني لما اكل الفراوله طعم الفراوله، الموزه موزه، التفاحه ولا باكل التفاحه الاقيها قلبت على فراوله، لا. يبقى كل واحد قاعد في مكانه عنده البروبرتيز بتاعته، خلاص الخصائص بتاعته. يبقى اتش كومبوننت كيب اتس بروبرتيز. اتش كومبوننت كل مكون مكون منها يعني كيب اتس بروبرتيز. يبقى كده احنا حفظنا اتنين، كان بي سيبريتد ازلي، ها صح عشان بتيجي فرايت اور رونج كمان. اتش كومبوننت كيب اتس بروبرتيز. اتش كومبوننت كيب اتس بروبرتيز. طب نمبر 3 بقى كان بي ميكسد باي اني ريشيو. كان بي ميكسد بتتكون. كان بي ميكسد باي اني ريشيو. كان بي ميكسد باي اني ريشيو يعني ايه ميس؟ يعني اقدر اكونها باي كميه انا عجباني. يعني مثلا عايزه اعمل مخلوط من الملح والفلفل سولت وبيبر، هعملهم ازاي؟ ممكن اعمل 2 سبون معلقتين من الملح معلقتين من الفلفل، او واحده واثنين. ممكن انا بعمل مثلا حطيت دقيق وعليه بيكنج سودا، حطيت 3 كوبايات وبعدين حطيت مع اي مكون باي طريقه باي كميه. خلاص يبقى كان بي ميكسد باي اني ريشيو. كان بي ميكسد باي اني ريشيو. كان بي ميكسد باي اني ريشيو. صعبه؟ لا. طب ميس لو جالي جيف ريزون بقى، ودي بقى عشان نبقى ايه نهينا القصه بتاعتنا وخدنا ايه كل الحاجات دي. بصي كده يا ميس عايزه ادي الاول الكومبليت دي كومبليت. ماتر الماده كان بي كلاسيفايد بتتقسم انتو يا اما ايه يا اما ايه، ممكن نقوله بيور سبستانس زي ما اتفقنا صح، اور ميكتشر. يبقى الماده بتتقسم لحاجتين بيور سبستانس اور ميكتشر. طب ميس حضرتك بس في جيف ريزون كده غريب. مينرال ووتر كونتين الميه المعدنيه فيها ايه؟ عشان ابقى قلت كل اللي في الدرس. فيها كالسيوم يا ميس، وفيها ماده اسمها مغنيسيوم، وفيها صوديوم، في حاجات كتير جدا. تمام كده؟ يبقى المينرال ووتر الميه المعدنيه فيها كالسيوم ومغنيسيوم. تمام؟ الجيف ريزون بقى المهم واللي بيجي في كل الامتحانات، وليك حريه الاختيار ان انت تقوله بالطريقه اللي تعجبك. اير از ا ميكتشر. ليه الاير ميكتشر يا ميس؟ ممكن تقول الديفينيشن بتاع الميكتشر بيكوز كونسيستس اوف تو اور مور تايب اوف بارتيكل، صح؟ وانا بقى بقول كان بي سيبريتد ايزلي عشان اقدر افصله، عشان كده اسمه ميكتشر. كان بي ميكسد باي اني ريشيو. اتش كومبوننت كيب اتس بروبرتيز. اقول اللي يعجبني. يبقى الاير ليه ميكتشر يا ميس؟
because huh? consists of two or more substance, two or more type of particle. أنواع من الايه type of particle. طب ممكن أقول can be separated easily, يقدر يتفصل بسهولة. separated easily. ها في حاجة كده صعبة شباب؟ طيب أعتقد إن إحنا كده قلنا كل الأسئلة. ممكن بس هقولك سؤال من اللي بيجي في الامتحانات كتير دلوقتي, شوفوا مع بعض.